3 كوبايات جوز هند، وعايزين نص كوباية لبن مكثف محلى، بياض 2 بيض، وعايزين فانيليا. بياض البيض، جوز الهند مع اللبن المكثف المحلى والفانيليا، هناخد بياض البيض اللي عندنا ونبتدي ننزل بيه بالراحة خالص على خليط جوز الهند، ونبتدي بالراحة كده نقلبه. جوز الهند هنعمل منه كور. نعمل بقى كذا كورة من دول وهنحطها بعد كده في الفرن على درجة حرارة 170، بتقعد تقريبا يعني بالكتير ربع ساعة. الزبدة هي لازم تبقى بحرارة الغرفة. كوباية إلا ربع من السكر الناعم. صفار البيضة. والفانيليا. الدقيق وجوز الهند بنخلطهم مع بعض. دلوقتي انا هاخده هفرده وهقطعه على شكل دواير، ونقطع دواير ونحطها هنا ونخبزها في الفرن في النص كده تقريبا، زي دايرة من الشوكولاتة. وناخد الشكلمة ونحطها في نص الدايرة كده.